فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ضابط الإنكار العلني، وكيف يكون هذا الضابط مع المسؤول أو مع المدير أو مع ولي الأمر؟ هل ينكر عليهم علنا؟ لا، النصيحة إنما تكون سرا بين الناصح والمنصوح، لأن هذا أدعى للقبول وأستر، ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. لا شك أن إسرار النصيحة وإسرار الإنكار أنه أدعى للقبول وأستر على أخيك. نعم.